بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة دي هنبدأ الجزء الثالث أو الجزء الثالث الخاص بالكومن كوليكتور أمبليفاير، وهو هيتكلم في تطبيق مهم جدا بيسموه الدارلينغتون بير، بيسموه الدارلينغتون بير ترانزستور، وهو بيستخدم بهدف انه يزود الانبوت ريزيستنس للامبليفاير. تعالوا نشوف كده الاستراكشر بتاعه عامل ازاي. لو انا هتكلم على ترانزستور واحد بالمنظر ده وهستخدمه كومن كوليكتور، فيبقى الانبوت على البيز والاوتبوت باخده من الاميتر، وده بنسميه في الحاله دي كومن كوليكتور امبليفاير. في الاستراكشر بتاع دارلينغتون بير هستخدم اتنين ترانزستور بالمنظر ده ورا بعض، تمام. بوصل الكوليكتورز بتاعتهم مع بعض، والإميتر بتاع الترانزستور الأولاني بيدخل كفيدر للبيز بتاع الترانزستور الثاني، وبالتالي بقى عندي ثلاثة تيرمينال بالمنظر ده، هما نفس الثلاثة تيرمينال دول. طب الهدف إيه من الدارلينغ تو بير كونكشنز؟ الهدف واضح جدا، إن أنت عندك دلوقتي التيار اسمه ده ولو اسمه أي بي واحد، هيبقى تيار الإميتر بتاع الترانزستور الأولاني. انت كلنا عارفين إن أي إي واحد عبارة عن بيتا واحد زائد واحد أي بي واحد، فتقريبا نقول بيتا واحد أي بي واحد. فيبقى الفيد هنا عبارة عن اللي هو أي بي اتنين بقى، هو نفسه الأي إي واحد، وبالتالي هنا الأي اتنين اللي هو تيار الإميتر التاني بيساوي بيتا اتنين في الأي بي اتنين اللي هو اسمه بيتا واحد في أي بي واحد. وبالتالي هنا تيار الإميتر إيه علاقته بتيار البيز؟ يعني تيار الخارج هنا اللي هيمشي في الحمل، خلي بالك أنا باخد الأوبوت اللي هيمشي في الحمل هنا، علاقته بتيار الإنبوت هو عبارة عن حاصل ضرب بيتا واحد في بيتا اتنين. يعني لو دي ليها بيتا واحد ودي ليها بيتا اتنين كارنت جين، فهيبقى التيار الإميتر قيمة التيار الإميتر أكبر بين الأي بي واحد نسبة بيتا واحد لبيتا اتنين. نفس الكلام هنا، نفس الكلام في القصة دي. هنا بقى القصة دي أي إي علاقته بأي بيز، علاقته عبارة عن تقريبا بيتا أي بي. معنى كده ان انت دلوقتي لما استخدمت الدارلينغتون بير اللي حصل للاي 2 قيمته اتضاعفت. طيب الحكايه دي استفيد بيها في ايه؟ نستفيد بيها انه لو انا جبت احسب الار انبوت للترانزستور، طبعا الار انبوت للترانزستور بكل بساطه عباره عن ايه؟ عباره عن في انبوت على اي انبوت. يعني لو انا اتكلم على الانبوت داخل على البيز، يعني في بيز على اي بيز، تمام كده. طيب الفي بيز هو عباره عن جهد النقطه دي. طب انا بشيل ده كله بالك وحط مكانه ار اي اللي هي ار اي سمول، وهنا في مقاومه على الاميتر اسمها وليكن ار كابيتال اي سمول، فيبقى عندي هنا الفي بيز هو عباره عن البيتا واحد في البيتا اتنين في اي بي واحد مضروبه في ار اي زائد ار كابيتال اي. ايه هي الار اي سمول؟ اللي هي الاي سي ريزيستنس ايكوفلنت بتاع التو اميترز دول، والار كابيتال اي سمول هي محصله المقاومات الموجوده على الاميتر مقسومه على الاي بيز واحد. اشيل الاي بيز مع الار بيز، يبقى قيمه الانبوت ريزيستنس هي عبارة عن بيتا واحد بيتا اتنين في ار اي زائد ار كابيتال اي. معنى الكلام ده ان الانبوت ريزيستنس قيمتها ضعفت بقيمة حاصل ضرب بيتا واحد في بيتا اتنين. طبعا هنا كانت عبارة عن الار انبوت عبارة عن بيتا في ار اي زائد ار كابيتال اي، يبقى هنا كان في بيتا واحدة للترانزستور واحد، لما عملت دارلينغتون بير الار انبوت ريزيستنس ضعفت، ودي ميزة الدارلينغتون بير ترانزستور. طيب تعالوا نشوف اكزامبل، والاكزامبل ده هندمج بيه حاجتين، تاثير الدارلينغتون بير مع المالتي ستيج امبليفاير. يعني وليكن مثلا الاكزامبل ده بيقول انا عندي هنا ترانزستور بالمنظر ده كده، وليكن دي 1 كيلو ودي قيمه ار اي وعليها باي باس كاباستور بالمنظر ده، وهنا قيمه جهد 10 فولت، وهنا في فولتج ديفايدر بايز بالمنظر ده كده ار 1 وار 2، وهنا نفس المقاومه ال 10 فولت. بدخل الانبوت هنا واخد الاوتبوت من الكوليكتور بالمنظر ده، فطبعا الانبوت داخل على البيز والاوتبوت داخل على خارج من الكوليكتور، فده بنسميه كومن اميتر امبليفاير. بعد كده في ستيج ثانيه دخلت عليها، وليكن هي الستيج اللي هي عباره عن 10 كيلو برضه بورد ديفايدر بايز بالمنظر ده كده، وبعد كده في عندي دارلينغتون بير كونكشن بالمنظر ده، وهنا في مقاومه ار اي قيمتها 22 اوم، وبعد كده في عندي مكثف عليه مقاومه حمل قيمتها 8 اوم، وبعد كده في التو ترانزستورز دول متوصلين بايه ببعض بالمنظر ده كده بنفس الكونكشن. يعني ممكن نعدل دي كده بالمنظر ده كده،
تمام، والقيمة دي 12 فولت. ده سؤال، ده مسألة اللي قدامي دي. طبعا الانبوت داخل هنا فين؟ الانبوت داخل على البيز، والاوتبوت باخده من الاميتر، تمام. يبقى هنا ده بيسميه كومن كوليكتور امبليفاير. يبقى انا عندي دلوقتي تو ستيج، يعني مرحلة اولى ومرحلة تانية. الامبليفاير بيتكون من مرحلتين، باخد الاوتبوت من هنا وبدخل الانبوت هنا، فانا عندي مرحلتين، مرحلة الاولانية كومن اميتر، والمرحلة التانية كومن كوليكتور، وده بيسموه مالتي ستيج امبليفاير. ده بيسموه مالتي ستيج امبليفاير. طبعا لو انت لاحظت هتلاقي ان التو ستيجز دول مربوطين بمكثف، يعني المنطقه اللي في النص ده مكثف بالمنظر ده كده، فده يبقى التو ستيج دول او اللي احنا عندي دول كاباسيتيفلي كابلد، كابلد تو ستيج امبليفاير، لان هما اتنين ستيج بس. طيب المطلوب دايما في اي مساله من دول ان هو يطلب مني ان انا احسب الاوفر اول فولتج جين. عايز يحسب الاوفر اول فولتج جين. يعني ايه الاوفر اول فولتج جين؟ يعني عايز يحسب الاي في، يعني عايز يحسب الفي اوت على الفي انبوت. طيب علشان تقدر تحسب حاجه زي كده، فانت مراحل الحل بتاعتك بتعتمد اساسا على حساب الاي في بتاع المرحله الثانيه، وبعدين بتحسب الاي في بتاع المرحله الاولانيه، وبعدين بتحسب حاصل الاوفر اول عباره عن اي في 1 في اي في 2. يبقى الخطوات بتاعتك انك انت تحسب الاوفر فولتج جين بتاع المرحله الثانيه، وبعدين الفولتج جين بتاع المرحله الاولانيه، وبعدين تضرب الاثنين تجيب الاوفر اول فولتج جين بتاعك. بس ملحوظه مهمه جدا، انت وانت بتحسب الاوفر اول فولتج جين بتاع المرحله الثانيه، بتحسب كمان معاها الار انبوت توتال بتاع المرحله الثانيه. يعني اكني بقول ايه، هجيب فرق الجهد او اجيب معامل التكبير في اوتبوت على في بيز، تمام، وبعد كده هجيب الفي بيز على في انبوت، فيبقى عندي الفولتج جين عباره عن ايه، في اوتبوت على في بيز، في في بيز على في انبوت، ما ده عباره عن اي في 2 وده عباره عن اي في 1. فلو ضربت اتنين مع بعض، في بيز راحت مع بيز، يبقى هنا في اوتبوت على في انبوت، يبقى ده الفولتج جين اوفر اول فولتج جين. وبعدين كمان هتحسب الار انبوت اللي هي مقاومه الدخل بتاعه الاوفر اول انبوت بتاع الكومن كوليكتور امبليفاير او الستيج نمبر 2. دي مهمه جدا، تمام. تعالوا نشوف. طبعا عشان تقدر تعمل اناليسز وتحسب اي فولتج جين او انبوت ريزيستنس، لازم تعمل مرحلتين، مرحله الدي سي ومرحله الاي سي. فانا دلوقتي لازم ابدا اشتغل على المرحله دي لوحدها وانسى خلص المرحله دي، تمام. ودايما بنبدا بالمرحله الثانيه وهنعرف ليه قدام. طيب دلوقتي انا هبدا اقول، هبدا اعمل، هاخد المرحله الثانيه بس احتفظ بيها قدامي كده، هي المرحله بتاعه الكومن بير دارلينجتون بير كومن كوليكتور دارلينجتون بير ترانزستور، وهبدا اشتغل عليها. طبعا عشان تبدا تشتغل عليها الاناليسز بتاعتك، يبقى انت هتعمل اناليسز دلوقتي للسكند ستيج. اول نوع اناليسز بتعمله، بتعمل حاجه اسمها دي سي اناليسز. دي الخطوه الاولانيه بتاعه حل اي ستيج. في الدي سي اناليسيس بتحط كل الكاباسيتورز بتاعتك اوبن سيركت، كل الكاباسيتور بتاعتك بتحطها اوبن سيركت، وبالتالي فمحط الكاباسيتور ده اوبن سيركت، يبقى المقاومه دي فصلت معايا كانها مش موجوده، كانها ايه، مش موجوده بالمنظر ده كده. وبالتالي بقى ان دلوقتي اصبحت الدايره بتاع دي سي اناليسيس بالمنظر ده كده. بعد كده رقم واحد، رقم اتنين، في عندك فولتج ديفايدر، فبتحل تجيب الفي 7 واللي هي عباره عن 12 في ال 22 مقسومه على 10 زائد 22، ونجيب الار 7 اللي هي عباره عن ال 10 في 22 مقسومه على 22 زائد 10، بتجيب الار 7 والفي اي والفي 7. وبعد كده بتروح تحسب او تعمل كي في ال على الانبوت لوب بتاعتك. فهعمل كي في ال على الانبوت لوب بتاعتي بكل بساطه خالص، يبقى ده التطبيق الثالث، ان انا هعمل كده ايه، كي في ال كيرش فولت بلو على الانبوت لوب، تمام. فطبعا الدايره بعد ما عملت لها ار 7 وفي 7 بقى شكلها عامل كده، ادا في 7 وهنا ار 7 وهنا في كوليكتور اهوت، ادا 22 اوم، وهنا في المنظر ده كده الايه، ال 12 فولت بتوعي. هبدا اعمل كي في ال على اللوب دي اللي هي اللوب دي الانبوت لوب اهيت بالمنظر ده كده. وتعالى نعمل مع بعض، هتلاقي عندي في 7 ناقص ها ار 7 في الاي بيز اللي ماشي هنا، اي بيز 1 ناقص، طبعا فرق الجهد من النقطه دي للنقطه دي 7 من 10، ومن النقطه دي للنقطه دي 7 من 10، يبقى انا عندي 2 في 7 من 10 للجنكشن اميتر بيز بتاع التو ترانزستور، ناقص ال 22 في اي 2 يساوي 0. طبعا المقاومات عندي بحطها دايما بالكيلو، فبقسم هنا على 1000 لان 22 اوم. طيب ايه علاقه بقى الاي بي 1 بالاي 2؟ ايه علاقتهم ببعض؟ لو تفتكروا في الاناليز اللي عملناه من شويه، قلنا ان الاي اميتر اللي هو الخارج بتاع الترانزستور الثاني عباره عن بيتا 1 في بيتا 2 في اي بي 1.
التيار اللي ماشي هنا عبارة عن بيتا واحد في بيتا اتنين في اي واحد. طبعا البيتات عطيها لي بميات، هو عطيني بيتا واحد تساوي بيتا اتنين تساوي مية، تمام؟ فيبقى مية في مية في اي بي واحد. طب انا طبعا عايزة اي اتنين هي اللي احسبها، فاعوض في المسألة باي بي واحد بتساوي اي اتنين على 10,000، وبالتالي هنا المعوض سبستيتيوت في المعادلة دي معادلة رقم واحد ودي المعادلة رقم اتنين، سبستيتيوت باي اتنين ان واحد، هيبقى المعادلة كلها مجهولة في الاي اتنين، فانت تحسب الاي اتنين بتاعتك هتلاقي ان الاي اتنين هتساوي 311 ملي امبير. وطبعا هنا اقدر احسب الار اي للاي سي ريزيستنس بتاعتي اللي هتساوي في حدود 25 على 311 يطلع لي حوالي 80 ملي اوم. يبقى احنا بنعمل زي ما احنا شايفين كده الدي سي اناليسيس، اول مرحله السيفن ايكوفالنت، ثاني مرحله الكي في ال على الانبوت لوب، بتحسب تيار الاميتر اللي خارج، تمام، وبانه بتحسب الار اي او الاي سي اميتر ريزيستنس. يبقى دي الخطوه الاولانيه اللي احنا بنسميها اي سي اناليسيس. الخطوه الثانيه بقى في الاناليسيس بتاعي اللي احنا بنسميها الدي سي اناليسيس، الاي سي اناليسيس. يعني ايه الاي سي اناليسيس؟ ان خلاص هبدا انا معايا المقاومه الار اي اللي انا حسبتها، وبعد ما احسب الار اي اللي طلع ب 80 اوم هبدا اطبق بقى الخصائص او القواعد اللي احنا اتعلمناها في الاي سي اناليسيس. يبقى دلوقتي الخطوه الثانيه اي سي اناليسيس، دي المرحله الثانيه. اول حاجه في الاي سي اناليسيس ان كل الدي سي باور سبلاي بتاعتك، الدي سي سورسز بتاعتك بتبقى جراوند، ده رقم واحد. رقم اتنين كل الكاباستورز بتاعتك بتبقى شورت سيركت، وبالتالي يبقى اول حاجه اعملها هحط الجراوند هنا، احط ده بجراوند، وبعد كده هحط الكاباستور اللي كان هنا شورت سيركت اكنه شورت سيركت، وكيه مقاومه 8 اوم هتبدا تظهر معايا اللي كنت عملتها اوبن سيركت في حاله الدي سي اناليسيس. وبعد كده هتشيل التو ترانزستورز دول وتحط الايكويفالنت بتاعهم، اتفقنا الايكويفالنت بتاعهم اللي هيبقى عباره عن كرنت سورس، ما احنا شايفين هنشوف في الحل بتاعي كده، انا هشيل الايكويفالنت بتاعي هنا وابدا احط الكرنت سورس من الكوليكتور للبيز بالمنظر ده كده، واحط مقاومه الار سي اللي انا حسبتها اللي هي الار اي اللي انا حسبتها اللي هي قيمتها بتساوي 5 او قيمتها بتساوي 80 ملي اوم. يبقى انا كده عملت الاي سي ايكويفالنت موديل بتاع الترانزستور، وحطيت الكاباستورز بتاعتي بشورت سيركت، وحطيت الدي سي سورس بتاعي بالجراوند. طبعا هبدا اعمل اورجانيزيشن او ارتب الدايره بتاعتي، ارانجمنت تاني للدايره بتاعتي، فلاقي اني عندي هنا مقاومه 10 طالعه من نفس النقطه رايحه للارضي، فاكني هتبقى هي توازي مع 22 اللي تحت دي، تمام كده. فبالتالي هشيل دي من فوق كده كانها مش موجوده، وابدا احط هنا في مقاومه 22 هتبقى توازي مع ال 10 كيلو اللي كانت فوق، تمام كده يا شباب. يبقى ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، في عندي مقاومه اسمها 22 هتبقى توازي مع الثمانية، فانا هشيل دي كمان بالمنظر ده كده، وابدا اقول ان عندي هنا مقاومه توازي مع 8 اوم. فده الايكويفالنت سيركت بتاعتي. طبعا انا باخد الاوتبوت من التيرمينال دي في اوت. طبعا هنا هروح احسب الاي في 2 اللي هو عباره عن في اي اللي هو الفي اوت عندي مقسومه على الفي بيس، عباره عن في اي على في بيس. طبعا في اي بتاع المرحله الثانيه والفي بيس بتاع المرحله الثانيه. طيب لو انت لاحظت هتلاقي ان جهد النقطه دي هو جهد النقطه دي هو عباره عن جهد على المقاومه ار اي زائد المقاومه دي، ممكن انا اسميها زي ما كنت بسمي قبل كده ار كابيتال اي سمول. فاكن جهد البيز هو الجهد الموجود على المقاومه ار اي زائد ار كابيتال اي سمول، وجهد الفي اي اللي هو جهد الاوتبوت هو عباره عن الجهد على المقاومه دي بس اللي عباره عن الار اي، والاثنين هيمروا فيهم تيار اللي هو اسمه بيتا اي بي، صح كده يا شباب؟ يبقى معنى كده انه فرق الجهد بين الفي بيز للفي اي هو ار اي على ار اي زائد ار كابيتال اي. فالكلام ده لو انا حسبته، طبعا الار اي معروف قيمتها والار اي احنا حاسبين 80 ملي اوم، فلو حسبت الكلام ده يطلع حوالي 9.9 فولتج جين بحوالي تقريبا واحد، وده فعلا تاثير الفولور انه الفولتج جين تقريبا بكام؟ تقريبا واحد. طيب الحاجة التانية قلنا لازم واحنا ما نمشيش من الحل هنا الا ما نحسب الار انبوت توتال. وعلشان اجيب الار انبوت توتال يعني هبص من هنا كده. طب عشان اجيب دي الاول لازم اجيب دي الار انبوت الاولانية. الار انبوت الاولانية عبارة عن في بيز على اي بيز. طب ما الفي بيز لسه قايلين عليه من شوية اللي هو عبارة عن ار اي زائد ار كابيتال اي اللي هيمر فيهم تيار البيتا اي بي.
صح كده؟ وانا عندي تيار الاي بيز، يبقى البي تروح مع الايه، مع البيز، يبقى الار انبوت عباره عن بيتا، والبيتا في الحاله دي عباره عن ايه، بيتا 1 في بيتا 2، يبقى الار انبوت عباره عن بيتا 1 في بيتا 2 في ار اي زائد ار كابيتال اي. طبعا بيتا 1 في 2 ب 10000، تمام؟ فلما تحسب الكلام ده تحسب الار انبوت بتاعتك. ايه رايك حكايه الار انبوت توتال؟ طبعا انت دلوقتي لما تحسب الانبوت ريزيستنس يعني في بي على اي بي، يبقى شلت كل الكلام ده، واكن في الاخر عندك مقاومه اسمها الار انبوت اللي انت حسبتها من شويه. موجود معاها على البيز في مقاومه تانية على البيز، اللي هي مقاومه ال7 اللي عباره عن 22 توازي مع 10، دول اصلا موجودين توازي مع الار انبوت. يبقى لما تبص بره الامبليفاير هنا هيبقى عندك المقاومه التوتال ده اهي، عباره عن الار انبوت توازي مع ال22 توازي مع ال10، تمام؟ ولو انت حسبت بقى الار انبوت توتال ده هي تطلع ب 6.16 كيلو. طبعا بتحسب التوازي بطريقه سهله، ان 1 على الار انبوت توتال تساوي 1 على 22 زائد 1 على 10 زائد 1 على ار انبوت. فلو حسبت الكلام ده تطلع الار انبوت بتاعتك ب 6.16. يبقى دلوقتي انا لما عملت تحليل للسكند ستيج بتاعتي، حسبت الفولتج جين اللي هو الاوتبوت على الانبوت اللي هو عباره عن ار اي على ار اي زائد ار كابيتال اي، وحسبت الانبوت ريزيستنس بتاعت الستيج كلها اللي هي عباره عن مقاومات السيفنن توازي مع الار انبوت اللي هي في بيز على اي بيز. طيب انا كده عملت تحليل للستيج اللي هي الكومن كوليكتور، فحسبت الفولتج جين 2 طلع ب 0.99، وحسبت الار انبوت طلعت ب 6.16 كيلو. طب ناخد بالنا ان انا عندي في الستيج، بقى نيجي على الستيج الكومن اميتر، هلاقي ان الستيج عامله كده بالمنظر ده كده. دي الستيج اللي هي الاولانيه، وهنا في باي باس كاباستور بالمنظر ده كده، وهنا ار 1 وهنا ار 2، وبعدين في هنا بقى كاباستور، والكاباستور ده دخلني على الستيج الثانيه اللي هي الكومن كوليكتور اللي احنا حللناها. احنا لما حللنا الكومن كوليكتور، لو تبص كده الاوتبوت باخده من الكوليكتور وحطيت عليه الستيج الثانيه، يبقى الستيج الثانيه دي بنسميها اللود بتاع الستيج الاولانيه. يبقى الكومن كوليكتور او السكند ستيج بالنسبه لي هنا حمل للستيج الاولانيه. فطبعا احنا بنشيل الستيج دي بقى ونحط مكان الحمل اللي هو الايكويفالنت كام، اللي هو الار انبوت برايم. عشان كده كنت بقول لك في المرحله دي احسب الفولتج جين، واحسب كمان مقاومه الدخل الكليه، عشان بعد كده احنا بنشيلها، بنشيل الستيج دي ونحط الايكويفالنت بتاعتها اللي هي الانبوت ريزيستنس بتاعتها. طبعا نفس اللي انا المفروض عملته في المرحله الاولانيه هعمله في المرحله الثانيه، هحسب الفولتج جين وهحسب الانبوت ريزيستنس. بس في مشكله هنا او في قضيه مهمه جدا، هو هنا في المساله هنا اداني على طول، قال لي الار اي بتاعتك ب 5 اوم، يعني معنى كده ان بيقول لي وفر علينا نفسك الحل، ما تحسبش او ما تعملش دي سي اناليسيس. يبقى ما تعملش ايه دي سي اناليسيس، كل اللي يعمله ايه اي سي اناليسيس. طيب يبقى هو لما اداني في المرحله دي الار اي ب 5 اوم، يبقى انا هعمل اي سي اناليسيس على طول. طب الاي سي اناليسيس بنعمل ايه؟ لو ترجع لو تفتكر الاي سي اناليسيس بنشيل السورسز زي ما كده ونحط مكانها شورت سيركت، وبنشيل الكاباسيتورز ونحط مكانها شورت سيركت، فهيبقى الشكل بتاعي عامل كده، ده هنا جراوند وهنا شورت سيركت. فطبعا الشورت سيركت والباي باس هنا عمل شورت على المقاومه كانها مش موجوده، اكن الايميتر اصبح متوصل على طول بمين؟ بالارض زي ما احنا شايفين. طيب هنا بقى عايز اجيب الجين بتاع المرحله الاولانيه اللي هو عباره عن الفي بيز هنا او الفي اوتبوت في الحاله دي على الفي انبوت في الحاله دي. طبعا الفي اوتبوت خليها في اوتبوت مثلا ايه بتاع 1. طيب يبقى الجين في الحاله دي اللي هو الجين بتاع المرحله الاولانيه في اوتبوت 1 على الفي انبوت، تمام؟ عايز اجيب طبعا ده كومن اميتر، هشيل طبعا الترانزستور واحط الايكويفالنت موديل بتاعتي، الايكويفالنت موديل بتاعتي اللي هي عباره عن كارنت سورس ومقاومه الار ايميتر اللي هو ب 5 اوم اللي عطوهم لي، وطبعا هبسط الدايره كمان، هشيل بقى المقاومه دي كانها مش موجوده. وطبعا اتفقنا ان المقاومه هتوصل على الارضي على طول عشان في باي باس كاباستور، وده اسمه بيتا اي بي. والمقاومه دي رايحه للارضي والمقاومه دي ما رايحه للارضي، يبقى المقاومتين دول على بعض مع بعض يعتبروا توازي بالمنظر ده كده. يبقى المقاوم عندي مقاومتين توازي مع بعض اللي هم ار 1 توازي مع ار 2، ار 1 توازي مع ار ايه توازي مع ار 2 في الداخل. طيب الجين هنا الفولتج جين ده بتاع كومن اميتر عباره عن الفي اوت واحد، هي في سي واحد اللي هي الكوليكتور بتاع واحد، مقسوم على الفي بي واحد اللي هي عباره عن الفي انبوت. طيب لما نبص كده جهد الفي سي هيمر تيار، خلي بالك ان مقاومه الكوليكتور كانت، معلش هنا في ملحوظه مهمه، ان في عندي هنا مقاومه قيمتها، طبعا هنا الكرنت سورس اهو، في مقاومه قيمتها كام؟ 1 كيلو كانت موجودة على الأرضي، وبعد كده في
كمان الار انبوت كان عليها ايه، كان الكوليكتور عليه برضو الحمل بتاع الاستيج الثاني الار انبوت برايم. معنى كده انه الار سي هنا كان 1 كيلو، معنى كده ان الكوليكتور هنا في الحاله دي عليه محصله مقاومتين، مقاومه الار سي اللي كانت موجوده في الدايره اصلا 1 كيلو ومقاومه الحمل، يبقى ممكن اشيلهم هما الاثنين، صح كده، اشيلهم هما الاثنين واحط المحصله بتاعتهم اللي هي عباره عن كام، ار انبوت برايم توازي مع ار سي اللي هي ب1 كيلو. يعني الكلام ده عبارة عن 6.16 توازي مع 1 كيلو، ده مقاومة الحمل الموجودة على الكوليكتور. لو ناخد بالنا بقى البيتا اي بي هيمر في مقاومة الحمل، صح كده، وبعدين ده يعمل لي جهد اسمه الفي سي، يبقى الفي سي عبارة عن بيتا اي بي في 1 توازي مع 6.16. طيب انا بتكلم كمان على الفي بيز اللي هي جهد النقطة دي، فجهد النقطة دي هيمر ايه، نفس التيار بتاع الكرنت سورس هيمر في 5 اوم، فالكلام ده يساوي بيتا اي بي نفس التيار كرنت سورس هيمر في 5 اوم اللي هي الار اي. طبعا الار اي بحطها بالكيلو فبقسم على 1000، يبقى كده بحسب الاي في 1. فالاي في 1 لو انت حسبته بالمنظر ده يطلع حوالي 172 بالمنظر ده كده. معنى كده ان الفولتج جين بتاع المرحله الاولانيه 172، يبقى كده في الكومن اميتر انا حسبت الفولتج جين ب 172. بس عشان احسب الفولتج جين كان لازم احسب الانبوت ريزيستنس على المرحله الثانيه عشان هي بالنسبه لي لود على الكوليكتور. طب معنى كده ان الاي في توتال عباره عن اي في 1 في اي في 2، يعني عباره عن 0.99 مضروبه في 172، يبقى يطلع الكلام ده حوالي 170. ممكن كمان تجيبه بالديسيبل، يعني الكلام ده يطلع ب 20 لوج 170، تحسبه بالايه، بالديسيبل. طبعا هنا يبقى احنا اتعلمنا حاجتين اساسيين، اولا ازاي تتعامل مع الدارلينجتون بير ترانزستور الار انبوت بتاعتها تساوي كام، الحاجه الثانيه المالتي ستيج امبليفاير. واحنا اتفقنا لما يكون عندي مالتي ستيج امبليفاير بالمنظر ده كده، يعني عندي كذا مرحله وطالب مني الفي اوت على الفي انبوت، فانت هتعمل اي في، تمام، يعني طبعا لو افترضنا ان عندي هنا اي في 1 وهنا اي في 2 وهنا اي في 3، فلازم هو عباره عن اي في 1 في اي في 2 في اي في 3، بس انت دايما بتبدا الحساب من اي في 3، تمام، وبعد كده بتقوم حاسب الانبوت ريزيستنس بتاع المرحله دي، وتبقى بالنسبه لي هي اللود بتاع المرحله دي، وابدا احسب اي في 2، بعد كده بحسب الانبوت ريزيستنس بتاع المرحله الثانيه دي وهي بالنسبه لي لود للمرحله 1، عشان كده بقدر احسب الاي في 1. يبقى ناخد بالنا من الحته دي في حاله المالتي ستيج امبليفاير، مهم جدا الحكايه دي، بس الكلام ده طبعا لما يكون الكابلنج عن طريق الكاباستورز، لان كل ستيج بحلها لوحدها. اتمنى تكونوا فهمتوا الحدوته دي وهي مهمه جدا. في بس نقطه صغيره عايزين نشير اليها، لما يكون عندي دايما كومن اميتر امبليفاير وبنيجي على المقاومه زي ما اتفقنا ونعمل حاجه اسمها باي باس كاباستور، ده بنسميه باي باس كاباستور. الباي باس كاباستور ده هوت انت مفروض له قيمه عباره عن 1 على اوميجا سي لو انت هتتكلم على الماجنتيود، يعني طبعا قيمته تتناسب عكسي مع الفريكونسي. ففي حاله اما يكون عندي اي سي اناليسز فمفروض الاكس سي ده هي بتروح عايزينها تبقى شورت سيركت، تبقى صفر، عشان تبقى شورت سيركت على مقاومه الار اميتر وبالتالي الجين بتاعي يكبر. فعلشان الاكس سي تبقى كبيره تبقى صغيره جدا بالنسبه للار اي، فلازم الاكس سي تبقى اقل بكتير من الار اي، وكلمه اقل بكتير في الالكترونكس معناها اقل 10 اضعاف، بنحطها اقل من ار اي على كام؟ على 10. فلما يجي لك في اي مساله يقول لك تشوز بروبل، تشوز ذا بروبل فاليو فور باي باس كاباستور تمام، هتشوف المقاومه ار اي كام، وليكن مثلا الار اي اعطيها لي مثلا ب 500 اوم، تمام، والكلام ده طبعا الفريكونسي اللي داخل وليكن مثلا 60 كيلو، مثلا 60 كيلو هرتز، خلاص فالاكس سي بتاعتك على طول عباره عن ايه، 500 على 10، تمام، بكام؟ ب 50. يبقى الاكس سي بتاعتك اقل من، دايما بتاخدها اقل من قيمه كام؟ 50، يعني معنى كده 1 على اوميجا سي اقل من 50، معنى كده ان اوميجا سي اكبر من 1 على 50، ولو اعطيك الفريكونسي تقدر تجيب 1 على 50 في اف، فتقدر تحسب على طول السي. يبقى الباي باس كاباستور المكثف تاني لازم قيمته تبقى قليله جدا بالنسبه للار اي عشان يقدر يعمل شورت سيركت عليها، فكلمه قليله جدا بنقول دايما اقل من مقاومه على 10 اضعافها. اتمنى تكونوا فهمتوا المحاضره، وان شاء الله الاسبوع الجاي نتكلم او المره الجايه نتكلم على الكومن بيز امبليفاير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.